شكرا لك زميلي العزيز تامر صار من هنا من استاد برج العرب. مستر زوران مالينوفيتش المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عايز اقول له يعني تعليقه الى احداث هذا اللقاء، اداء جيد جدا نادي الاتحاد من الزمالك. Un grande gioco. مباراة كبيرة جدا. Contra dois muito boas equipas. قدام فريق كويس جدا. Só pena não tem golos, mas taticamente fomos perfeitos. للأسف ما كانش فيه أهداف لكن احنا كنا الأفضل. Tudo que combinamos antes do jogo conseguimos. كل اللي احنا عملناه وجربنا عليه قبل المباراة قدرنا نطبقه. Criamos algumas jogadas perigosas. وعملنا فرص كتير جدا. Um pouquinho mais finalização. لكن بس إنهاء الهجمات. والقرار إن احنا نجيب الهدف هي دي اللي كان ناقص الفريق. في استعجال من لاعبي نادي الاتحاد في بعد قطع الكورة، كرة اتقطع على طول منهم، الكرة الثانية كمان كانت عاملة لهم مشكلة، كان فقد الكرة كان سريع لنادي الاتحاد الاسكندري، كانت عاملة لهم أزمة أو مشكلة في المباراة. سي نو اي فاسيل جوغار كونترا ايكيبا كومو زامالك. مش سهل إن احنا نلعب قدام فريق الزمالك عندهم ضغط عالي جدا وإنهم عندهم فرقة كويسة جدا، لكن مع كل ده عملنا مباراة كويسة جدا الحمد لله. وأول مباراة لينا نتعادلها خلال مباراة الدوري. النهارده كان محتاجها لعوده الثقه للاعيبه امام جماهير الاتحاد. بونتو فيستو كي فولتا كونفيانسا برا نص جوكادوريش. سي يو تينيا سيمبر كونفيانسا اندبندنت دا ريزولتات. طبعا هو عنده الثقه دايما للاعيبه كلها. بس كونفيانسا النتائج ما كانتش كويسه لكن عنده الثقه دايما من اللعيبه. وبالنقطه دي كويسه جدا بالنسبه لنا ومهمه جدا بالنسبه لنا، وان هم قدروا ان شاء الله باذن الله يزعوها النهارده. ايشتي تباي اوما Um empate para nossos adeptos que hoje nos apoiaram. O jogador na hora da que no hora da vida amou na final. زميلي العزيز تامر صار، ده كان لقاءنا مع مستر زوران مالينوفيتش المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري من هنا من استاد برج العرب. عوده ليك مره اخرى استاد مصر.